للمزيد من المتابعة حول الأوضاع في الأراضي المحتلة ينضم إلينا الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور أيمن، محكمة العدل الدولية وتوقيتات بتغيير القضاء والرغبة في صدور قرار يدين إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية، ماذا تنتظر في هذا التوقيت والمغزى من الظروف الحالية؟ بالذات انت حتى اخت كريم وسادات المشاهدين الكرام، يعني من يتابع طبعا المحكمه الجنائيه الدوليه بما تم بها من رفع دعوه اعتقد بمرافعه اسطوريه من قبل جنوب افريقيا يتوقع ان يكون هناك طبعا قرارات ايجابيه وعاجله من المحكمه. لكن نحن دائما نقول ان التفاؤل مشوب الحذر، لان عندما ننظر الى عدد القضاه وتشكيلهم جزء منهم طبعا يتبع، هل يتبع دوله سياسيه ام سيكون قضائيا مستقلا ويكون له موقف مستقل؟ اعرض الان فكره التغيرات داخل القضاء، هو امر طبعا لان القاضي يتولى هذه المهمه لمده 9 سنوات، ان كان قد جاء موعد التبديل او التغيير فهذا شيء طبيعي، لكن بالتاكيد حتى الان لا نستطيع ان نقول ان بالفعل قد يكون هناك احكام طبعا ايجابيه حتى نستطيع ان نتفائل في هذا الامر، ام تكون الامور طبعا ياخذ القضاء موقف دولهم السياسي. كما هو معروف ان محكمه العدل الدولي قراراتها بالعاده غير الزاميه لانها لا تمتلك ادوات لتنفيذ قرارات، ولكن كما قلنا تمكنت من اصدار قرارات عاجله ونداءات عاجله واستفتات عاجله، ثم ذهبنا الى مجلس الامن. صحيح انك في فيتو امريكا، ولكن سيكون هذا بمثابه طبعا كشف طبعا او فضح الولايات المتحده الامريكيه التي ستحمل الاحتلال حتى امام العدل الدولي، وهذا كما اشرنا هو جزء من صراع طبعا قانوني داخل المؤسسات التي شرعنت هذا الاحتلال، عسى ان نصل في لحظه من اللحظات الى انهاء هذا الاحتلال بطريقه او باخرى من الطرق الدبلوماسيه التي تتم الان. لكن اكيد نعم، القضاء هو احد الادوات التي دكتور أيمن، ماذا لو وضعنا سيناريو الإدانة لإسرائيل واضحا في محكمة العدل الدولية، كيف ستتحركون بعد ذلك؟ بالتأكيد كما أشرنا دكتور أيمن، أستأذن حضرتك في تغيير موضع الهاتف حتى نستطيع سماعك بوضوح. يعني أتمنى ألو دكتور أيمن، أنا أسمعك بوضوح. نعم تفضل. كما نحن سنتحمل الورقة للضغط الإسرائيلي عبر المؤسسات التي شرعنت وجوده، طبعا هنذهب كلام. طب نعتذر دكتور أيمن الرقب عن رداءة الصوت من المصدر، دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، جزيل الشكر.